بسم الله واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. السلام عليكم حبايبي الغاليين، شخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة. اليوم رجعنا لكم الفيديو جديد. اليوم الفيديو مالتنا كنافة النابلسية على أصولها، وسونا لكم طريقة عمل الشيرة أو القطر اللي هواي يعانون منها، بس جبت لكم طريقة ناجحة 1000000%، مو 100%. خليكم هسه ويا المقادير وطريقة العمل، بس خلونا اللايك، ويا ريت مشترك هم الاشتراك بالقناة، ويا ريت هم مشاركة الفيديو حتى الكل يستفاد من الطريقة. المهم حبايبي، أنا هنا استخدم كيلو شكر. أنا ما حقول لكم هسه كيلو، هنا إيش قد ما حستخدم شكر. أنا هنا شكر حستخدم 4 أكواب شكر أو سكر، 4 أكواب. أي نوع كوب، أي نوع كوب. إذا خليتي مثلا 5 أكواب شكر راح تخلين كوبين ونص مي، إذا خليتي 6 أكواب شكر راح تخلين 3 أكواب مي. المهم المي نص قيمة الشكر بالضبط. المهم أنا حطيت هسه هنا 4 أكواب شكر، وخليت كوبين مي حار، وراح أخليه ملعقة ليمون. طبعا أنا لحد الآن هسه هنا ما مشغلة عن النار، وراح أخليه شيفين ليمون. هسه شغلنا الطباخ، راح نظل نخوط بيها. هواي يقولون لا تخوطون الشكر عندكم معشان، لا ظلي خوط بيها لحد ما تذوب عندك ذابة كاملة، ولحد ما عندك تفور. هسه هنا بعد ما فارت خليت لكم التوقيت آن لي فوق، ورا ما تفور راح اقبغها واخليها 10 دقائق. لازم تحسبين الوقت، بس هنا انا نصية طبعا اكيد معالية، احسب 10 دقائق. ورا 10 دقائق راح افتح القبغ، وراح اخلي اي نوع مطيبات تريدين، ماء الورد او الزهر يعني، او فانيلا. انا احب الفانيلا، ما احب الماء الورد نهائيا باي حلويات. خليت ظرفين فانيلا او ملعقتين فانيلا، وراح اخوطه. طعم الفانيلا كلش طعم طيب للحلويات. راح اخوطه، وهم راح اغطي مدة دقيقتين. راح اغطي يعني ايش قد تطول عندي؟ 12 دقيقة العفو، وصير عندك اروع شيرة. هسه عندي كملت، هسه راح ارفع هاي الليمون عندها، وراح اخليها تبرد. طبعا دائما تشيرة انا دائما اقول اخلوها يعني قبل يوم، سووها دائما قبل يوم. انا حتى رغم انه اعرف بها ناجحه 100%، بس اسويها قبل يوم حتى اخاف الشكر، لان اكيد الشكر راح تخرب لنا كل الحلويات. المهم خلينا تشير على صفحه، وراح نسوي الكنافه. هاي النوعيه كنافه، وخليت لكم صورتها على صفحه، خاف تطلبوها مني. هاي حلوه، هي كامله ومفتفته ومقصقصه، يعني ما تتعبش نهائيا، ونوعيتها هم كلش روعه. طيج قرمشه بالكنافه طبعا رهيبه. كل كيس وزنه 300 جرام، انا جبت كيسين. وهنا راح اخلي لها شويه شكر، بودره ما شكر، ما موجود عندك حطي شكر او سكر العادي. راح اخلي تقريبا 4 ملاعق بودره السكر، اذا ما عندك البودره تحطين ملعقتين شكر عادي. وراح اخبطها وياه بهذا الشكل، تتجانس حتى ويا عندنا ويا الشكر او السكر. واخر شيء، اخر شيء العفو، راح اخليها الصبغه. الصبغه عندي هاي الصبغه مال الروز، او صبغ اللوزينه، او تريدوها بيضه براحتكم، او اي لون. خلي في شيء بسيط وراح اخبطها. طبعا اليوم انا هنا هسه حشوفون، هقول لكم بطريقه، شوفوا صار بهذا اللون. هنا انا عندي اني زبد، عندي باقي دهن قليل. الدهن انا صار استخدم دهن السعد، طبعا دهن السعد كلش روعه، نفس الدهن الحر او طبعا هو يسألون شنو الدهن؟ الدهن يعني السمنة حبايبي، السمنة. خليت على صفحة، وخليت على النار لحد ما ذاب عندي، ركد المي. تدرون انتو لأن الزبد بيه مي، فخليه يركض لي جو بالشعب، واخذ بس الفوق الفوق. حاولوا تخلون تصير بيها مي لين حتى لا تلشعتكم. عندي هاي الجبنة الموزاريلا، طبعا هاي كميتها كلش هواي صارت عندي، راح اشوفون راح اشيل من عندها، راح ابرشها. هسه سالوني ايش قد خليتي دهن او زبد للعجينه مال الكنافه. اكيد ايش قد حطيت لها؟ تقريبا 250 جرام او 200 جرام، يعني انا بصراحه ما حطيت وزن، بس يعني تقريبا نقول حبايبي تقريبا كوب، يعني ما هو حطينا. هنا بعد ما برشته راح اخلي له قشطه او جيمر او مسكربون اللي هنا موجودين، راح اخلطه وياه. راح اخلط الجبن ويا القشطه والقمر. طبعا اذا عندكم جبن عرب بس ما يكون كلش مالح، طعم يعطيها بعد طعم اطيب. يعني مره سويتها بالجبن العرب، شوفوا سنغت الفوق الفوق من الزبد.
وخليت وياها ملعقة طعام راشي أو طحينية. طبعا طيف طعمهم كلش طيب، خلينا بشعب التبسي، وأي تبسي عندكم تحطون بيه راح أخليه نص الكمية، طبعا راح أسويها نص بنص، راح أخلي نص الكمية لي جوا، وأحاول كل خلي ما أخلي بيها مثلا فتحات، أحاول أساويها وأضغط عليها بهذا الشكل، والحافات الدار مدار شوية أرفعها، وهسه راح نخلي قليل من الجبن الموزريلا والقشطة أو الجمر. طبعا ما سويت كلها، تقريبا سويت نص الكمية لأن صار كلش هواي قلت لكم الجبن والجمر. هسه هنا راح أخلي إيدي شوي بيها زيت أو زبد حتى لا تلزق بيدي الجبن، وأسويها بهذا الشكل دائما دار أساويها، وبعدين جيب خاشوقة أو ملعقة طعام بهذا الشكل أساوي دائما. حاول حط الجبن يعني لا تخلوه يطلع للحافة، لأن إذا يطلعتكم الحافة راح يلزق بال التبسي اللي مسووه، فحاولوا يعني شوفوا بس الاطراف اني ما بيها جبن، وهم الخاشوق نفس الحاله اخليها شويه بالزيت او بالزبد واساويها. هسه راح نخلي الكميه الباقيه النصف الثاني من الكنافه، وهم نساويها دار مدار بحيث ما نخلي بيها ولا ثقب ولا فتحه صغيره بهذا الشكل، وهم نضغط عليها. هنا انا طبعا شغلت الفرن على درجه حراره 180 فوق وجوا، راح اخلي لي جوا كلش واغطي الفوق، وهنا هاي الشيره ثاني يوم شوفوا شلون صارت تخبل. طبعا هاي الشيره اسويها انا ظل شهر شهرين 3 اشهر ما عليها اي شيء. وهسه هاي هنا بعد ما طلعناها من الفرن شوفوا شلونها، طبعا تخبل شوي الفوق يعني نوعا ما ماخذ لون يعني شوي فشي زايد بس مو كلش، بس صارت كنافة رهيبة. طبعا تعجزت اقلبها الا الشعب مالتها كلش كلش روعة. هنا هي حارة نطلعها ونخلي عليها الشيرة باردة، شيرة باردة والكنافة حارة، راح نرش عليها داير مداير. وهسهم اكيد راح انا اقص قدامكم وراويكم السيلان مال الجبن. طبعا القرمشة مالتها يعني ما اوصفكم اياها شلون صارت كلش مقرمشة، وطعمها يعني كلش كلش طيب. هم أتمنى الأكثرية يجربها. شوفوا الجبن شلون سايل بيها، طبعا رهيبة، وإذا تحطون إياها قشطة يعطيها في الطعم كلش كلش روعة. وهاي قدامكم شوفوا طبعا آسفة على المنظر بس رهيبة يعني صدق كنافة النابلسي. هسه طبعا حنقول لكم إياها على الظهر، شوفوا ظهره شلون لونه. طبعا حتى هنا قالوا لي ماما ليش ما قلبتيها، كنتم متعجزت شايفين واحد مرات تعجز. هذا ظهره، شوفوا شكلها شلون صايره وشلون متساويه وشلون قرمشه، والجبن هو اهم شيء، هذا شكلها. اتمنى الكل يجربها يعني روعه معنى الكلمه. وهذا الفيديو كان اليوم مالتنا، اتمنى نال اعجابكم، اهم شيء هم ناسيتوني باللايك، واهم شيء تشاركون هالفيديو حتى الكل يستفاد من الطريقه، أهم من الشيرة وأهم من الكنافة. وهاي هي قدامكم، الصور هي اللي تقول إحنا، هي شكلها اللي يعبر أو يحكي. حبايبي اللي هنا الفيديو مالتنا انتهى، أتمنى نال إعجابكم، وأكيد إن شاء الله ما نسيتون لا باللايك ولا تعليقكم الحلو، وشنو راح نقولكم مع ألف سلامة للجميع.